لا طيحونا طيحوا جاكور. شوف جاكور اقسم بالله يا جاكور لو اني معتمد على جدي احسن لي يا علي. شو اسوي وربي؟ طب شوف يا علي وربي لو اني معتمد على جدي احسن لي. علي عبده فاير باس اول. ايه ساكورا الى هذي يبك على فاير باس الاول على فنارك على دي. لا جاكور تكلم في واحد ما ما هو تفتيح بكجات على عرض الواقع. ان شاء الله عقبال ما نحرق حاضنتك على عرض الواقع ونحكي عنها اسطورية يا رب. لا احلى الشيء كمان نقطة ثانية وقف يا رب. تعال ننزل السعودية انا وياك جاكور. والله بنزل بس وقت تنزل السعودية اذا نروح لازم ارجع اتوب ورب المشكلة. انا كنت حاط اخر دولة سفر على السعودية. لا لا نحن بنحرق له حاضنته لو انا صبنته. والله ما رب زيك عن جد والله فكرة حلوة اقسم بالله. والله منوريه والله والله في يوم بلس والله يا ريت تجا الله إذا قضي كم يوم الله منتظر. لا تفكر هون ما في أماكن سياحية يا وسخ. استنى في صاحبك ها استنى في صاحبك استنى في صاحبك تفكر هون ما في أماكن سياحية حلوة. علي صاحبه ضربني في مليون. بعرف 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 كان بستنى في صاحبه وأنا كنت بتفايت معاه كان بستنى في صاحبه. طلع شغل عم تدمج ستار شو كم لغم حاطط يخرب بيته عند الهي. دول مهابيل الغام وربي حاوط الدروب الغام. يا ويلي عبد عم يلعب يخرب فنارك يا عبد. لسه ما عملنا شيء. انه يهرب انه يهرب القزم يهرب. وين 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 حط طورة يجوا ماشي علي. وين وين حاضنتم قدام قدام قدام. لا لا ضرب يعني يخرب فنار. لا من وين يخرب فنار يكوا يكوا راض الدقور ما دم بيب بيب. بلع 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 خلاص بلع. مين شاف اخو علي عمر المصري؟ يا زلمه يخرب فنارو. مين؟ المصري. اخ مصري مين؟ ما عندي اخ مصري يا رجل. لك لك بعرف مو اخ لك مو هو مصري بس اللي بقول له شرجبيل المصري. ها؟ شوف خرف شوف البلوج يا علوش. شو مخرف انت؟ علي ما شاء الله شاف البلوج علي. علي ما شاف الفلوج هو المنتج يا ابو انس. هذا اللي بيحكي مصري ابو انس. انت ماكل منيح اليوم؟ اه عندي صح. يا اخوي هيك بحب يحكي مصري يا بس مش مصري. أيوة وما بدنا نديله مصري. لك اي مش مصري بس انا عم اقول لك يا اخي يعني مصري. يخرب بيتك بسرعه غير جنسيته للزلمه وبدل. غير له جنسيته يا رجل واعطاه الاقامه في دوله اوروبيه يا رجل. بس هالشيء ما بيمنع يا ابو انس انه انت ضد المصريين والمصريين. شفت شفت هالشي ما بيعني انك يعني انت جاي بهذا الموضوع تحسن علاقتك بالمصريين وبتقول الاهرامات مش مصريه. لا كويسين والله الله اخواتي الزلمه مصريين. ضل المصريين توب زوك يا موزه دائما. منور عبود زاكي. منور يا عبود زاكي يا اسطوره. يلا المصريين فنشوه ابو انس فنشوه يا شباب. الاهرامات شو وصلها يا ابو انس؟ والله يا غالي مصري احكي الصراحه بيشرفك. احكي الصراحه احكي الصراحه. لا تستحلف. شو كنت تحكي من كم يوم؟ اسمع انت يس اسمعوني. انا سمعت انه وقريت عنها والله قريت عنها يا شباب بس يا اخي لا تخلي احرجوني على اللايف بعدين بنحكي فيها هاي. شو ما تكشفت لك شباب معناته انه الاهرامات مو مصريه. انه يعني هي مصريه تمام بس شلون بس مسرقينها. يو سمعه سارقين السمعه تبعها فهمت علي شلون. لك لا تحلف لي دار ولا شرف ولك مصري اشرف منك ولك كلب واس بس ما يصير. لا لا لك هنا حبيبي بالمصاري والله يعني تاريخ دوله كامله صاروا سارقينه. انا هيك شفت يا عبود. والله ابو انس يا اخي حتى لو شفت يعني لازم تشوف منيح شو سارقين التاريخ. لك لا مو هيك يا شباب. هيلب هيلب يا شباب وي نيد هيلب. واحد دوك واحد دوك. لا 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 الهلب عندي. خالد فنشو قنبله قنبله راح يفنشني فيها. تعال 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 سعد سعد بسرعه 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 خالد بسرعه 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 سعد بسرعه. يسعد دينك ولك وحش وربي شيخ اقسم بالله شيخ انهبل هذاك خالد. عبدو 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 لك جات اخوات ثانيه من اليسار. ارجع 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 يا خالد مشان ما يطيحوك. ارجع ارجع من اليسار انت مش دمشق. تعال 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 بسرعه بسرعه دورك. انا واحد نوك واحد نوك عامنهم وظل هذا هون عندي ثلج. تعال 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 ما عندي ثلج. تعال فنشنا تعال تعال. لك لا ما دم. وين بتقول لي دمشته؟ وين دمشته؟ وين
فلنهرب ما عندي تلج كان ساعدوا هلب 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 شباب ربكم هلب هلب سكواد متوحشين هذول يا شباب هذول شكلهم حكيلهم اللي بيوصل لجراند ميسر راح ياخذ ايفون ولا مش عارف روح هلا خلوش عبد الاسطوره معك ستة بيساعدك هلا شوف لا علي انا عم ساعدك في واحد ضرب من تحت من جهه البيك جهه الميل هذا ما له شيء ما سوى شيء هذا فينا هلا خلوش لا طيحونا طيحوا جاكور شوف جاكور اقسم بالله يا جاكور لو اني معتمد على جدي احسن لي يا علي شو اسوي وربي طب شوف يا علي وربي لو اني معتمد على جدي احسن لي علي عبده فاير باس اول ايه ساكوره إلى ما يبقى على فاير باس الأول على فنارك على دين لا تقدر تكلم في واحد ما طيح حولي ما معي لازم ولا تدري الجبال لسه ما فاير باس أول كم خلاص صاروخ صاروخ أنا جاي ساعده هاير باس أول الأحمر هو لسه ما قال سروال الأحمر والدنيا كنا مثل يخرب أسطوري اللي بستبعوا يا شباب راح لحساب راح يا عفو الله هاير باس أول يلا جو 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 شباب اللي ما شارك منه كدراوي شارك يا اساطير باقي ثلاثة دقائق على انا غرام يعني انا خنيتي اني دمجت اليسار حط ثلث ساعة جاكوار نصير اثنين على واحد عبدو عيني بتشتغل عليه بسرعة يا شباب بس قابولي علي تتفكر الدنجر وقتها خبطت لي وسنشنا اقسم بالله مرة مرة يا شباب مش عارف مين حضرها هذه كنا في البث بنلعب انت ما انت البطل في السيناريو هذا اسكت قاعدين نلعب انا وعبدو قال يا ويلي علي عمر مدري 10 كيلو عبدو 10 كيلو ومن بدايه الجيم وفي البيك والله يا جاكور نزلت علينا دنجر قتلتنا احنا اثنين قلت لك يا بشادك وربي اخبرك تفنشوا سرقوك انه ربي اول شيء اول شيء وجه واحد فنش وقعدك لا 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 وقت نزل الدنجر وقعدك النوك بعدين نزل الدنجر ثاني فنشتك لا حبيبي لا فنشهم من بيت مكسور يا حبيبي بيت مكسور فنشوه يا حبيبي ايوه انت قلت علي صاير يضرب احمر وخبطت الدنجر انا وعلي احنا قلنا هلب هلب جاء واحد سرقنا الاثنين شبك عبد المسلم زعلي عم يضرب احمر انا شو دخلني كان جنبه لعلي عم نلوت والله لسه فرحت باللوت علي شوف هذيك محلاها وين يخرب فنارها هذيك الكويني ام الزهر هاي لا ام الزهر على وش لابسي قميص اسود وبنطلون زهري لا هاي بشعه هذيك يسدينها وربي على اليسار ها جو هذا شب لا ولو رب حلو والله شاب ومقحة في الكود ولا بنت وفي عندها صاحبها خروف يوتيوبر بجيبها الأكواد طيب جيبها لفحصها والله ترى العقيد اللي في الجيم معنا حقيقي أصلي ولا مش هو العقيد هذا العقيد هذا عقيد العقيد مير لا العقيد قريبتي مات بس يمكن مش هو يمكن في حدا بيلعب بحسابه أتوقع هو في كتير بيلعبوا بحسابه شباب بس فنش ترقص عليه برمكة ومدام قلت يخرب فنار وراح المسكين يا رب شباب يقع وترقص عليه والله لكيب والله لعمل عليها سيناريو